يسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر هل هو مشروع؟ وإذا نسي الإنسان ولم يقنت هل يسجد سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر ليس مشروعا إلا في أحوال النوازل، حينما تنزل بالمسلمين نازلة فإنهم يقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها ويدعون الله بزوال هذه النازلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما المداومة على القنوت في صلاة الفجر في غير أحوال النوازل فإنه لا دليل عليه. وقد سئل بعض الصحابة هل هو مشروع أم لا، فقال محدث محدث، ومعنى محدث أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في صلاة الفجر، وإنما ثبت وصح عنه أنه كان يدعو في النوازل، كان يقنت فيدعو لقوم من مستضعف المسلمين أو يدعو على قوم من الكفار الذين ضايقوا المسلمين. هذا هو الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم.